اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا جزيلا على التعليقات اللي خليتوا لي البارح في الفيديو، كنشكركم جزيل الشكر، الله يكبر بكم. كنتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم. بالنسبه للفيديو ديال اليوم، غادي يكون عباره عن طريقه جديده للملوي، سهله وبسيطه، كنتمنى تجربوها. نخليكم مع الفيديو. غادي نبدا معكم. بالنسبه للعجين، غنحتاجوا زلافه ديال الفورص، زلافه ديال دقيق القمح، يعني نفس القياس ديال الفورص نفس القياس ديال القمح، معلقه صغيره ديال السكر، ربع معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وشويه الملحه. هاد الزلافه هي اللي خديت بها القياس ديال الدقيق، سواء الفينو او القمح. وغادي نحتاجوا الماء بارد باش غادي نعجنوا العجينه ديالنا حيت الحال سخون. كنبقاو نضيفو في الماء في الاول، وحنا كنخلطو ما كنكتروش حتى كتجمع. ملي كنحسو بها تجمعات كنبقاو ندلكو فيها. بالنسبه للمسمن او الملاوي كيبغيو يدلك مزيان، الا بغيتو تدلكوهم في العجينه كانت عندكم ممكن غادي تجيكم اسهل. المهم العجينه ديالكم خصكم تبقاو تدلكو فيها حتى كتولي كترتق، وفي نفس الوقت ما خصكمش تجريوها، خصها تبقى شاده راسها. كتكون قاصحه ولكن مدلوكه مزيان حتى كتولي رطبه. بعد ما دلكت العجينه ديالي غنحتاج للطريق الزبده، غندوبها والزيت. العجينه ديالي شفتوا كيفاش كتولي؟ كتولي مطاطيه بحال المسكه، ملي كنجبد فيها غير بيدي كنورقها ما كتقطعش، كنعرفوا ان العجينه ديالنا معجونه مزيان. وعاد حتى النوعيه ديال الدقيق كتلعب دور مهم في نجاح المسمن والملاوي. دابا غادي ناخذها ندهن يدي بالزيت طاوله العمل، وغادي نشكل كويرات اللي كيكونوا شويه كبار بالنسبه لهذا القياس ديال الدقيق. خرج ليا 8 الكويرات اللي كيكونوا شويه كبيرين ومتساويين. من بعد ملي غادي نكورها كلها، غادي ندهنها من الفوق شويه ديال الزيت، نغطيها ببلاستيك غذائي وكنخليها ترتاح. غادي نخليها تقريبا واحد ساعه حتى نص ساعه على حسب. المهم كل ما ارتاحت كل ما كانت النتيجه مزيانه. بعد ما كترتاح العجينه كندوز ندوب الزبده. غادي ناخد نص علبه ديال الزبده اللي غادي نحتاج في هذه الكميه، تقريبا واحد 100 غرام حتى 125 غرام. كندوبها في كاسرونه. خاصنا ندوبو الزبده حتى هي سر من اسرار نجاح المسمن والملاوي، ان الزبده خصها تكون مدوبه مزيان حتى كيحيد من هذاك الماء اللي تيكون فيها او الحليب. كنبقاو ندوبو على نار مهيله باش ما تحرقش، مره مره كنحركو حتى كتذوب بالكامل، وكنتسنى واحد شويه حتى كيحيد من هذاك الحليب. دابا من بعد ما كتذوب ليا ديك الزبده، كيف كتشوفوا كتولي زبده صافيه ما كيبقاش فيها الماء. كنزيدو عليها كنخليوها حتى كتبرد، عاد كنزيدو عليها هاد الخماره اللي كتعاوننا في الطريق، خماره قياس 8 غرام. بالنسبه لهاد الخميره كتعاوننا انها تجي مورقه ورطبه. داك المسمن ديالكم او الملوي ضروري ديروا ليها الطريقه هذه. غادي نخليها دابا على جنب بعد باللي مرتاحت ليا العجينه مزيان، وغادي ندوز باش نورقها. وعندي شويه ديال السميده رقيقه حتى هي، درتها في هاد القريعه فيها كيت تقيبات باش تسهل عليا. كندوزو دابا الكويره الاولى. كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت، كندهنو مزيان بالزيت باش ما تلصقش لينا. وكنبداو بالكويره الاولى اللي قطعناها. ملي كترتاح العجينه فكتسرح معنا بسهوله وما كتقطعش، وفي هذه المرحله هذه ما كنسرحوش بالكف ديال يدينا، كنسرحو غير بالاطراف ديال الاصابع، وحنا كنستعنو بالزيت باش ما تلصقش لينا على طاوله العمل. حتى كنورقوها كتولي شفافه ديك الرخامه كتبان. بعد ما ورقتها كيف كتشوفوا، دابا غادي ندهنها بديك الزبده اللي خلطت مع الخماره. غادي ندير تقريبا واحد جوج معالق كبار، غادي نسرحها عليها من الفوق مزيان، وندهن بها ديك العجينه ديالي اللي ورقتها. غندهنها من الوسط ومن الجوانب، ومن بعد غادي نرشها بشويه ديال السميده الرقيقه. خاصكم ديروا واحد الكميه اللي هي شويه مهمه ديال الزبده باش الملوي ديالكم كينجح او المسمن ما كيجيش ناشف وقاصح. بالنسبه للطريقه هذه اللي عطيتكم ديال الملاوي، راه اسهل ما كاين، اي واحد يقدر ينجح معاه، فقط تبعوا المراحل من الاول، انا متاكده غادي يجيكم اكثر من رائع. دابا كنجيبوا المدلك ديال العود وكنديروه في الراس ديال الدائره، وكنردوا عليه الطرف ديال العجينه، بعد كنلفوه على العجينه كامله، وحنا كنجروا لعندنا وحنا كنزيدوا نورقوا فيها باش كتجينا نيت ملي كطيب مورقه. ومش اللي كتلاحظوا معايا كنبقى غادا معاها بحال هكا، راه العجينه ملي كتكون مدلوكه مزيان ومورقه ما تخافوش منها، ما غاديش تقطع عليكم، وكتكون ايضا مرتاحه مزيان، فكتساعدنا بزاف في الخدمه.
ودابا كنمشيو للراس ديال المدلك. انا غير باش نوريكم، ما خصكم توقفوا المدلك بهذه الطريقه هذه وتهبطوا العجينه نيشان. صافي، وكنهبطوها، كنهبط العجينه ديالي، كنحاول معاها باش تبقى ليا ثابته، وكنحطوها في واحد البلاطو مدهون بشويه ديال الزيت، وكندخلوها للثلاجه. كنحطوها في كيف كتشوفوا صينيه او بلاطو مدهون بالزيت، كنخليوها راها دابا مازال حتى ترخف، عاد كيمكن لينا نبسطوها. كندخلوا البلاطو ديالنا للثلاجه اللي صوبناها، كنحطوها في داك البلاطو ونخليوها في الثلاجه. هذا الملوي او المسمن ضروري خصو البروده، ماشي يبقى في الكوزينه ديك الزبده كتبقى دايبه، ما كتساعدناش ملي نبغيو نورقوها من بعد. كنبقى مستمره بنفس الطريقه كيف كتشوفوا معايا، كنورقها مزيان، كندهنها بالزبده وكنرشها بالسميده الرقيقه، وكنلفها على داك المدلك، من بعد كنهبطها لتحت. واي وحده صوبناها كنديروها في واحد البلاطو ندخلوها للثلاجه. البروده كتساعدها باش كتزيد تجي مورقه، وكتساعدنا مزيان ملي كنبغيو نطيبوها. غادي نستمر بحال هكا حتى كنكمل هاد العجينه كامله اللي عندي. كنخليها كترتاح في الثلاجه واحد نص ساعه، كل ما ارتاحت كل ما كتجي احسن، كتساعدنا في الطريق، وكتجي ديك الزبده كتزيد تشد راسها في الثلاجه وكتورق مزيان ملي كنبداو نطيبوها. كيف كتلاحظوا بعد ما كنكمل كنغطيهم ونخليهم في الثلاجه تيبردوا مزيان وكيرتاحوا من هنيت، كيساعدوني ملي كنبغي نبسطهم دغيا كيتبسطوا معايا، عاد كنبداو نطيبوا فيه. يعني بعد ما كترتاح العجينه مزيان في الثلاجه كنخرجها، وكنبدا باول كويره كنورق فيها، خاصها تجي مرقه واحد شويه، ما تخليوهاش عجينه غليظه، خصوصا الوسط خصو يتورق. كنهزها وكنحطها في المقله اللي فايت اللي سخنتها فوق البوطه ومرشوشه بشويه ديال الزيت، غير كنحط واحد جوج دقائق ما كاملش وكنقلبها. لاني كنحطوها فوق البوطه كتكون نار متوسطه ماشي ناقصه بزاف، باش يتنفخ لينا من الداخل ويجي طيب مزيان. كنبقاو نحركو فيها كندورو فيها وكنبقاو نقلبو حتى كتحمر وكطيب. غير كنحيدوها من المقله وهي سخونه كنضربوا بها باش كتجينا محلوله من الداخل بحال الرزيزه فاش كنطيبوها. وكنبقاو هكاك مستمرين حتى كنساليو الطياب ديالو كامل وكنحطو فوق شي منديل نقي. بعد ما كيطيبو كنساليو كيكون هذا الوشك النهائي، كيجي خفيف ورطب زوين بزاف، كنتمنى تجربوه. البنات ما تنساوش تخليو ليا لايك للفيديو، امال عليكم الا دخلتوا لهذا الفيديو خليو ليا لايك، لاني فعلا كنضرب تمارة بزاف على هذه الفيديوهات اللي كنحط لكم. صراحه هذه الطريقه ما عندي ما نقول، ما كاين ما سهل منها، النتيجه مضمونه، كتشوفوا كل شيء على عينيكم. ما تنساوش تشاركوها مع احبابكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.